حياكم الله في المسابقة الوطنية لعلوم الروبوت. في هذه الفيديو راح نتكلم عن الميل مان روبوت، روبوت ساعي البريد اللي يوصل الطرود. طبعا هذه الحلبة مثل ما هي موجودة عندكم في الموقع وتقدرون تنزلونها، راح يكون الروبوت يبدي من نقطة البداية. الهدف من الروبوت هذا تتبع الخط الأسود، وراح يكون في أوبستيكلز اللي هي الطرود راح تكون أمامه، يجب أن يدفع هذه الطرود أو يشيلها بطريقة ما يوصلها إلى النقطة الأولى. كل طرد يوصل إلى النقطة أو العنوان البريدي الذي يليه، بمجرد أنه يوصل هنا يجب أن يحطه هنا. طبعا للعلم أن الطرد البريدي إذا لامس النقطة الصفراء، إذا لامس النقطة الصفراء يعتبر فائز، أما إذا لم يكن يعني لم يلامس النقطة الصفراء يعتبر خسران. في هناك ثلاثة طرود موجودة في هذه الحلبة، يجب على الروبوت إيصال جميع الطرود، وأسرع روبوت ينهي هذه الحلبة بعد إيصال جميع الطرود يعتبر الروبوت الفائز.